طبعا كرم آه كرامة، عفوا كنت صراحة يعني معكم محمد استاذ الكندي صبري، سمعنا من ولقاء مع حضرتك الفنان تعرضت صبري عبد لمصر المنعم. كبير في الفترة الأخيرة، احكي لنا التفاصيل. هقول لحضرتك، هو أنا في يعني بني آدم كده من حوالي 10 11 سنة اتعرفنا على بعض في الوسط، وكان بيتردد عليا ويسأل عليا في التليفون لما كنت تعبان ولا حاجة وكده يعني. وبعدين صرحت برغبتي، أنا عندي شقة في المقطم جبتها بعد شقة 50 55 سنة، جبت شقة فقلت أسيبها للولاد، فحبيت إن أنا أبيعها وأحط فلوسها في البنك للولاد يستفيدوا بيه، يستفيدوا بفلوسها يعني. وصرحته برغبتي دي يعني. قال لي طيب إن شاء الله. أنا من في شهر 2 عملت عملية كبيرة للقلب، ركبت جهاز بينظم ضربات القلب. ألف سلامة على حضرتك. الله يسلمك. والجهاز ده ممنوع إن أنا أتحرك بعد العملية دي شهر ونص أو شهرين، لأنه بيجي بحالة دوخة يعني مفاجأة، وساعات وبيجيب زهايمر بشكل مش لطيف يعني، نتيجة وصول الدم للمخ بعملية معقدة يعني. فالمهم إنه أنا بعد ما عملت العملية بحوالي 15 20 يوم، فجي قال لي أنا لقيت لك مشتري للشقة. قلت له طيب اتفضل خد العقود أهي واتصرف. خد العقود وجاب لي عقد بالتعاقد مع شركة سعودية، مع شركة خارج مصر، شركة مش مصرية. ما كنتش تسمع عن الشركة دي خالص صح؟ لا يعني مش هسمع على كل الشركات يعني، أو ماليش اتصال بالشركات إن أنا أسمع عنها يعني. فبعد ما جاب لي العقد بصيت فيه لقيت العقد كويس يعني وكده يعني. وبعدين بعدها بثلاث أربع أيام جالي، وجالي مع جايب معاه ناس، قال لي يلا بقى إيه، جبنا لك الشيك. جاب لي شيك مصرفي مقبول الدفع. شيك مصرفي مقبول الدفع ده بيتقبل في اي بنك، رحنا بنك. طب اسم الشركه يا استاذ صبري؟ اسم الشركه بلاش عشان طيب. ما نعرضهمش تمام، عشان هم مش اطراف، مش طرف يعني في الموضوع، مش طرف في الموضوع. لا اتفضل. هم واضح ان هم سحبوا سكانر من اسم الشركه واشتغلوا عليه. تمام. هي لسه اكيد النيابه هتحقق بقى وهي اللي هتقول. اكيد اكيد اكيد، بس هم مش طرف في حاجه يعني. تمام اتفضل. وما اختصمهمش في حاجه. تمام اتفضل. قولي رحنا البنك، البنك قبل الشيك وقالوا لي بقى الشيك هترد علينا فيه بعد 45 يوم عمل. فات 45 يوم، وبعدين بعد كده رحنا الشهر العقاري. اما رحنا الشهر العقاري عشان نسجل اللي حصل، فموظف البنك، انا كنت في حاله سيئه جدا جدا جدا، لان انا اصلا كمان برئه واحده، فالحكاية كان المجهود كان مضاعف جدا عليا في الوقت ده يعني، حكاية العملية وحكاية اللي عندي رئة واحدة، فما كنتش دريان بنفسي، ما كنتش عارف انا بعمل ايه، كنت تعب يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فمضيت على التوكيل بتاع الشهر العقاري. هنا بقى النصباية بانت انها نصباية. ما كانش مع حضرتك محامي؟ لا انا بقول لحضرتك كنت في حاله مش دريان بنفسي. هو استغل مرض حضرتك يعني. ايوه. ف مضيت على التوكيل باسم واحده مش الشركه. هنا بقى اكتشفت انها نصبايه. بس اكتشفت امتى؟ لما رحت البنك قلت لهم يا اخوانا الشيك كده اتاخر كده، فات 45 يوم عمل. قالوا لي الشيك فلوت، ده تعبير بنكي. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا ده تعبير بنك يعني مضروب؟ مضروب. وقالوا اسباب الضرب. اتفضل اتفضل. فقال لي انت كاتب التوكيل لمين يعني؟ ما حتى اسم الشركه مش موجود. فرجعنا جبنا العقد من البيت، في المدام كانت معايا، جت البيت جري جبنا العقد، جبنا التوكيل لانها باسم واحده. كل اتشاف الحقيقه استقبال كان قوي جدا. وبعدين سياده اللواء حسام الدوحه كمان نيابه، والسيد عمرو وكيل النيابه امر بالتحقيق فورا، والساده وكلاء النيابه وكيل النيابه عمل التحقيق معايا. ومجرد ما اتعمل التحقيق طلع امر طلع امر من النيابه بضبط واحضار المتهمين. واليومين من امبارح سياده المستشار عبد الباسط ابو شقه ماسك رئيس هيئه الدفاع، رئيس هيئه الدفاع في مكتب المحامي الكبير ابو شقه، هو المحامي طلعت الشريف، هيتولوا الدفاع في القضيه دي تبرعا منهم لعداله موقفي وللوقوف معايا.
كمان بشكر أعضاء النقابة بيسألوا عليا كل يوم والتاني، بشكر كل الناس، ومش عارف أشكر مين ولا يعني مين. الأستاذ أشرف زكي يكلمك شخصيا كل أعضاء مجلس النقابة اللي كلموني يعني، فالحمد لله على كده. من خلال التجربة دي يا أستاذ صبري، لو هتنصح الناس اللي بيشتروا شقق في الفترة دي علشان يتفادوا عمليات النصب، يعني يعملوا إيه؟ السيد المحامي بقى معايا، المحامي الأستاذ طلعت الشريف، هيقول لحضرتك يعملوا إيه؟ يعني أنا كنت في إغماء أو كنت في القضية بقى، القضية الأستاذ صبري، وأنا عندي صوت شوية بقى وتفاصيلها. في البداية أنا بحضرتك يا أستاذ طلعت، يعني معانا دلوقتي سيادة المستشار طلعت الشريف والفنان الكبير طبعا، يعني بتتكرر عمليات النصب في الشقق وكده، إزاي الناس تتفادى عمليات النصب؟ أولا طبعا أنا عايز بس أوجه نصيحة لأي حد عايز يشتري شقة أو يشتري عقار، لازم يكون معاه رجل قانون، لازم يكون معاه محامي عشان يقدر يشوف بنود العقد، ولو في عملية نصب يقدر يكتشفها قبل أن تقع، ده قبل أي شيء. بالنسبة طبعا للي حصل للأستاذ صبري، طبعا الأستاذ صبري حكى الموضوع كله، وأنا طبعا أعرف الأستاذ صبري يعني من أكتر من 30 سنة. الأستاذ صبري أصلا في صلة قرابة بيني ما بينه، يعتبر ابن عمي من الأشراف، وهو عامل لي توكيل من 30 سنة إن أنا أباشر المهام بتاعته هو والأسرة. بس للأسف الفترة اللي هو تعب فيها ودخل عمل فيها العملية، للأسف ما اتصلش بيا على اعتبار ان انا اروح معاه اكتب العقد واشوف الإجراءات بتاعته، لان التاني استغل ظروف المرض بتاعته واستغل الصداقة اللي بيدعي انها بينه وما بين الأستاذ صبري، وجاب له العقد ومضى عليه وخده الشهر العقاري وخلاه عمل التوكيل لشخصة اخرى. طبعا هما الاثنين متهمين بالنصب، واحنا الحمد لله اول ما عرفنا الموضوع توجهنا وقمنا بالاجراءات ورحنا النيابه وصورنا تحقيق النيابه وحضرنا في النيابه، وان شاء الله باذن الله حق الاستاذ صبري هيرجع له. وانا طبعا من خلال مكتب المستشار عبد الباسط متولي من المؤسسه بتاعته القانونيه، رئيس مكتب هيئه الدفاع للدكتور بهاء الدين ابو شقه، هنتعاون مع بعض ان شاء الله من خلال هذه المؤسسه، واحنا مع بعضينا وهنرجع حق الاستاذ صبري ان شاء الله باذن الله هيرجع. شكرا جدا لحضرتك سياده المستشار. يعني هنعود استاذ طلعت، نصائح ايوه لكل من سيقوم بشراء عقار او شقه. هقول مره ثانيه برضو نصيحه لكل اي حد عايز يشتري شقه او يشتري عقار، لازم يجيب معاه محامي أو رجل قانون بيفهم في القانون عشان يشوف بنود العقد، وفي نفس الوقت لأن المحامي بقى عنده نظرة صائبة إن هو يقدر يعرف اللي الشخص اللي قدامه دوت بينصب أو لأ، لأن طبعًا بيبقى عارف إن النصاب بتبقى أركان جريمة النصب مكتمل عليه، لأن دايمًا النصاب بيدور على طماع، وهم للاسف الشديد استغلوا الحته ديت في موضوع الاستاذ صبري ان هم مش طماع يا ريس. لا مش حكايه طماع، بالعكس هم استغلوا ان هم استغلوا طبته وظروفه المرضيه وطمعوه. يعني الشقه بقرش قالوا له بثلاث قروش، فقال هي فرصه الشديد. فقال لك فرصه، فللاسف الشديد وقع في الفخ ده. عشان كده انا بوجه نصيحه ثانيه لاي حد عايز يجيب يعني يشتري شقه او عقار، لازم يكون رجل القانون هو يعني هو الحل الوحيد للغاز الشقق والعقارات. بالظبط كده. رمضان اللي فات اتكلمنا عن الصعوبات اللي واجهتها. الصعوبات اللي واجهتها في ايه؟ في المسلسلات اللي قدمتها الفتره الاخيره. يعني انا بروح بشتغل ببقى زي العيل الصغير الفرحان اول يوم مدرسه. لحد النهارده فرحتي دي وانا نازل رايح الشغل زي ما اكون رايح المدرسه اول مره، فما بتعبش، حتى لو تعبان ببقى الحمد لله، وحتى لو تعبت الناس بتقف معايا. يعني حصل موقف السنه دي مع الاستاذ خالد يوسف، واحنا بنعمل مسلسل للبتاع اول يوم تصوير، قالوا لي كاميرا 5 صباحا، وقلت لهم يا اخوانا 5 صباحا ايه بس يعني، قالوا لي استاذ، قلت له خلاص الاستاذ خالد يوسف انا بحبه مخرج عبقري. رحت وقفنا في الساحه اللي هو مشهد المحاكمه الكبير ده، اتصور في حوالي 5 6 ايام.
فرحت وانا قاعد جنب المنصه، قاعد على كرسي كده يعني بره يعني جوه التصوير، مش جوه التصوير يعني جوه التصوير، كرسي قديم يعني، قاعد جنب المنصه. فمن التعب بتاعي غفلت، فلقيت استاذ خالد يوسف، كنت اول مره، انا اول مره اشتغل مع حضرته يعني، بيرحب بيا ترحيب جامد في وسط الناس، كان احتفال يعني، عمل لي احتفاليه جامده خالص. وبعدين بعدها بشويه لقيت اتنين من الانتاج، اتنين اساسا في اداره الانتاج، واتنين في مساعدين الاخراج، جم قالوا لي الاستاذ خالد بيقول لك روح يا اخوانا. لا انا جاي اشتغل. قالوا لي هو شاف انك انت تعبان فروح. بعد كده ما عملوش بقى معايا الحكايه دي. وبعدين كان بيراعي في كل المشاهد انه ما كانش يهدني يعني، كان في مشهد كبير قال لي هتقدر تعمله يا عم صبري؟ قلت له انا اعمله يعني ولا يهمك. مشهد الجنازه ده كان مشهد تحفه من المشاهد، وكل المشاهد اللي عملها استاذ خالد كلها كانت تحفه، المسلسل كله كان تحفه جيده جدا في رمضان يعني. كان واقف معايا لغايه اخر يوم تصوير، وهو يعني خلي باله منه مني ومراعي يعني السن برضه، انا 78 سنه مش صغير يعني، ان شاء الله ما شاء الله الحمد لله. فانا بشكره جدا يعني من خلالكم يعني، بشكر كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم برضه، كانوا بنفس القدر واخدين بالهم مني، وما بي ما مش ما بيجودونيش يعني، بشتغل بحس يعني ما بي يعني عارفين يعني ايه معهم ممثل صح سنه كبير. استاذ صبري عبد المنعم قامه فنيه، قامه فنيه رائعه الحمد لله، بس بشتغل كاني رايح بشتغل اول يوم يعني رغم التعب. لا انا بحب شغلي، لا بحب شغلي طبعا. اكتر فنان بتحب تقف قصاده؟ كلهم زمايلي وكلهم اساتذتي وكلهم ولادي يعني. ممكن حضرتك تذكر لنا اسماء وكده؟ لا ما ينفعش، كلهم بقول لحضرتك كلهم اساتذتي وكلهم اصدقائي وكلهم اولادي. مين الفنان اللي حضرتك ما مثلتش معاه ونفسك تمثل معاه الفتره القادمه؟ لا انا مثلت تقريبا مع كل الناس، ما فيش حد ما مثلتش معاه. ما فيش فنان بعينه كده عايز تمثل معاه الفتره الجايه؟ لا انا عايز امثل معاهم كلهم، فيش حد بعيد يعني، مع الجيل الجديد بالتحديد كمان يمكن يكتسب الخبرات دايما الخبرات من حضرتك. هم شطار، احنا بنتعلم منهم لان هم متعلمين بشكل تاني خالص غير اللي احنا اتعلمنا بيه، وبنشوف منهم حاجات لطيفه خالص خالص، وربنا يوفقهم طبعا. يعني حضرتك راضي عن الفن اللي بيتقدم الفتره الاخيره؟ هو وجود المتحده وسينرجي، وجود الشركات عدلت كفه الميزان، عدلت كفه الميزان فعلا زي ما حضرتك بتقول يعني، عدلت كفه الميزان، وابتدينا نشوف اعمال صح محترمه ما كناش بنشوفها في فترات للاطفال قبل الكبار كمان، لكل المستويات صح. يعني السنه دي كان في يعني مسلسلات كتير محترمه شديده الاحترام، ومؤلفين شديد المعرفه والحبكات الدراما يعني، ناس كويسين خالص خالص، ابتدت الاجيال الجديده تاخد مجالها، مخرجين مؤلفين مزيكاتيه بتوع موسيقى تصويريه يعني، شفنا ناس كتير قوي ابتدت تتقدم في هذا الفن يعني، وان شاء الله السنه الجايه يبقى احسن واللي بعدها احسن واللي بعدها احسن، لان دي سنه الدنيا بتتطور مش بترجع لورا. استاذ صبري، بما ان حضرتك في المجال بقالك فتره كبيره، من خلال تقييمك للفنانين الفتره دي شايف نمبر 1 على الساحه دلوقتي؟ ما فيش حاجه اسمها نمبر 1.